استشهد 4 من قوات البشمركة وأصيب 4 آخرين في العملية العسكرية التي انطلقت صباح الاثنين في جبال قرجوغ بحدود قضاء مخمور ضد عناصر داعش الإرهابي. وكانت قوات البشمركة قد انطلقت بعملية مشتركة مع التحالف ضد داعش الإرهابي في المناطق الجبلية القريبة من منطقة مخمور الذي شهد تحركات وتمركزا لعناصر داعش. وشنت مقاتلات حربية تابعة للتحالف الدولي سلسلة غارات على أهداف في الجبال الوعرة والتي لطالما استخدمها داعش منطلقا لشن هجماته على القوات الكردية.